مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة مجيد فراغرنس لمراجعة وتقييم العطور. اليوم راح تكون في الحلقة الأولى من سلسلة عطور دار فراغرنس وورد. يتم إنتاج عطور هذه الدار في الإمارات العربية المتحدة، أندونيسيا والهند، وهذه الدار مختصة في إنتاج بدائل العطور. راح نبدأ لكم بعطر 3 ديمونسيون. العطر هذا من بدائل عطر تير درماس الرجالي. 3 ديمونسيون يتمتع بافتتاحيته المنعشة، عطر يصنف على أنه خشبي تابلي موجه للرجال. يمكن استعمال هذا العطر في جميع الفصول، يعني إذا كنتم من محبين العطور الحمضية ذات طابع خشبي وتابلية منعشة، نظن أن العطر هذا راح يناسبكم. أيضا يليق للاستعمالات في المكاتب والأماكن المغلقة لعدم حدية نوتاته. في أيضا أنا عملت حلقة في السابق عن أجمل بدائل عطر تير درماس، راح تجدونها أيضا في صندوق الوصف. سواف، أيضا هذا العطر من دار فراغرانس وورد، يعتبر بديل لعطر ديور سوفاج نسخة الأو دو تواليت. العطر من العطور الأروماتيك فوجير موجهة للرجال. العطر هذا أيضا يمكن استعماله في جميع الفصول. إذا كنتم من محبي العطور التابلية المنعشة والحمضية ذات طابع خشبي التي تستقر على قاعدة تابلية حارة، أيضا نظن أن عطر سواف راح يعطيكم هذا التوليفة. لا يونو من دار فراغرانس وورد، واحد أيضا من بدائل عطر دوان نسخة الأو دو بارفيوم من دار دوتشي أند كابانا. عطر لا يونو يصنف على أنه خشبي تابلية موجه للرجال. العطر هذا يمكن استعماله في الأيام الباردة لفصل الخريف والشتاء، وأيضا يمكن استعماله في الليالي لفصل الربيع. عطر لا يونيو نشوف أنا أنه محبب للناس اللي تعشق العطور الحارة، تابلية الحارة التي تحتوي على التوباكو، العطور العنبرية. أيضا العطر هذا نشوف أنه يليق إلا الأجواء الباردة، ولا يمكن أبدا استخدامه في أجواء فصل الصيف. فانيل اون توباكو من دار فراغرانس وورد، العطر هذا يعتبر ايضا بديل لعطر توباكو فانيل من دار توم فورد. العطر يصنف على انه عطر يونيسكس، يعني يليق للجنسين. ايضا العطر هذا عنبري تابلي، يستعمل في الاجواء الباردة وليالي فصلي الخريف والشتاء. إذا كنتم من عشاق العطور الحلوة التي تحتوي على نوتة التوباكو والتوابل الحارة، نظن أن العطر هذا راح ينال إعجابكم. وأيضا لما يهدأ العطر يهدأ على قاعدة تحتوي على الكاكاو والنوتات الخشبية والناعمة. راح تكون في سلسلة في المستقبل لنكمل سلسلتنا بخصوص عطور فراغرانس وورد. بالنسبة للناس التي جربت هذه العطور، من فضلكم خلونا في التعليقات تجاربكم وأيضا الأسعار التي اقتنيتم بها العطور في دولكم. شكرا لكم ونلتقي في فيديو آخر. سلام.